النهارده اصبحت في اصوات فاعله ومؤثره في الشارع الامريكي. كمان ما حصلش في مثل هذه المواقف ان يكون في اعداد كبيره استقاله لمسؤولين كبار في مواقع عامه في الاداره الامريكيه. ده بيشكل ضغط واحراج للاداره الامريكيه. اعتقد اداره الرئيس بايدن، البيت الابيض، البنتاغون، وزاره الخارجيه الامريكيه عندهم استعداد لان يكون في اصبح في تغيير في لغه الخطاب الدبلوماسي والسياسي والاعلامي. في بدايه الحرب كان في شبه توجه ان في ميل نحو اسرائيل وان هي المفروض حق الدفاع عن النفس. هذا الكلام انتهى. النهارده الكلام اصبح في تصريحات المسؤولين في امريكا وحتى في الدول الغربيه ان من حق فلسطين ان يستمع اليها، وان هناك حق فلسطيني كان مهضوم، ولا يمكن ابدا ان تستمر اسرائيل في غطرستها ولا تلتفت لما يمكن ان يكون هناك حق وواقع يفرض على الارض.